مساء الخير طلاب، اليوم درسنا تشابتر 6 صفحة 66 هيت. ناخذ بس اللي مأشريه. يعني عندك تعريف define heat as a form of energy flowing between two bodies in contact when they are at different temperature. كاتبت لك اياها انا حتى التعريف يكون مضبوط. الحرارة شكل من الطاقة تنساب بين جسمين متماسين عندما يكونان في درجات حرارة مختلفة. اذا هذا تعريف الحرارة. ناخذ تعريف ثاني. temperature is a measure of average kinetic energy of each particle of an object. درجة الحرارة هي مقياس للطاقة الحركية ذات معدل لكل جسم أو جسيم. هذا التعريف الثاني. ونأخذ موضوع آخر اللي هو مبدأ حفظ الطاقة. The heat lost by the hot object is equal to the heat gained by the cold object. This is called a principle of conservation of heat energy. مبدأ حفظ الطاقة، الحرارة المفقودة لجسم ساخن يساوي الحرارة المكتسبة لجسم من الجسم البارد. Heat lost of hot object يعني الحرارة المفقودة من الجسم الساخن تساوي heat gained by cold object تساوي الحرارة المكتسبة من الجسم البارد. باوعها Q lost تساوي Q gained. هذه تفيدكم صف رابع ولذلك أخذنا فقط هذا المؤشر اللي هو تعريف الهيت واللي هو temperature واللي هو مبدأ حفظ الحرارة. فقط هذا المطلوب. انتهت المحاضرة لهذا اليوم.